أتمنى لكم أيام سعيدة هانئة آمنة بإذن الله سبحانه وتعالى، ومستقبل عامر زاهر إن شاء الله. اليوم هنتكلم عن مشكلة أو أزمة أو أزمة أو جائحة كما قلنا فيها، اللي هي جائحة انفجار مرفأ لبنان اللي احنا بنتكلم عنه من خلال اللي هو الأسبوعين الماضيين الذي حدث فجأة وأدى إلى تشريد أكثر من 300,000 مواطن، زائد أيضا دمار المرفأ اللي احنا مش عايزين كام هيكلف فيما بعد، وكذلك دمار الكثير من المؤسسات والبنى التحتية والمنازل والشركات إلى آخره. فالنهاردة اصبروا معنا لكي نرى ما سوف نقدمه لنا جميعا في هذه الجائحة، جائحة انفجار المرفأ في بيروت. ممكن الشريحة الثانية علي؟ المقدمة بنتكلم فيها عن كذا نقطة أنا عملتها. أول حاجة في المقدمة إن أنا أريد أن أقول إن الشعب اللبناني كفاءته المهنية عالية جدا، ومستوى التعليم والثقافة المهني عالي جدا. فأنا أتعامل مع الشعب اللبناني على إنه شعب لا يفهم لا يعلم ونستعلي عليه. هذا مرفوض مرفوض مرفوض، ومن أكثر الشعوب المتعلمة في المنطقة العربية في العالم العربي، ومن أكبر الشعوب اللي عندها كفاءات بشرية هائلة في كافة المجالات، تتساوى مع كثير من الدول العربية وتتقدم عليها، وتتساوى مع كثير من الدول الأوروبية. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ألا نستعمل أو نستغل هذه الجائحة، جائحة المرفأ، في إننا حاجة احنا بنسميها باللغة الإنجليزية disaster tourism، اللي هي سياحة الكوارث. يعني ايه سياحة الكوارث؟ يعني الواحد بيروح بقى يتفرج على بعض الناس كده، وياخد معاهم صور ويبعتها للناس، ويقعدوا بقى على السوشيال ميديا، زي ما انا شفت في بعض الشباب اللي ذهبوا للبنان وعملوا الامور دي. ودي شيء مرفوض مرفوض مرفوض، لان دي بتهين ليس المجتمع اللبناني او النازح اللبناني او النازح اللبناني، بل بتهين الذي يذهب اليك ولا تذهب اليك لتصور هذه الاشياء. دي نمرة اتنين. نمرة ثلاثة، أن نحارب ثقافة الاستعلاء الاستعماري الإنساني. بمعنى إيه؟ بمعنى أنا عندي فلوس ورايح هناك أفعل ما أشاء بالفلوس بتاعتي. أبدا، الفلوس اللي معاك دي مش فلوسك، دي فلوس الشعب اللبناني وأنت مستأمن عليها. فسياسة الاستعلاء الاستعماري الإنساني، أنا بسميه باللغة الإنجليزية humanitarian colonialism، مرفوضة مرفوضة، لأن لا قيمة ولا خلق ولا قامة لها. النمرة أربعة، لبنان بلد غني زي كل البلاد في العالم، غني، لم يخلق الله سبحانه وتعالى بقعة على الأرض إلا وجعل فيها مصادر للحياة ومقدرات للحياة يستعملها من سوف يعيشون على ظهر هذه البقعة ولا بعد 1000 سنة أو 2000 سنة. يعني ما في بقعة في الأرض خلق الله سبحانه وتعالى وأوجد عليها خلق من خلائقه من البشر وغير البشر، إلا وفي داخل هذه البقعة تحت أقدامنا مقدرات لا نستطيع أن نحصيها ونعدها كافية لإغناء هذه الشعوب. دي نمرة ثلاثة. النقطة الثانية، في مقسم المقدمة لثلاث أجزاء. النقطة الثانية، التعامل مع الجوائح يا شباب ليس تعامل انفعالي فردي عشوائي، ولكنه تعامل مؤسسي منظم. التعامل مع الجوائح مؤسسات وليست قرارات فردية عشوائية عاطفية انفعالية. ولا نتعامل مع أرواح الناس ومع مقدرات الناس ومع آمال الناس ومع أحلام الناس بعاطفية واحنا قاعدين في مجلس او في حارة او في مخمخة الى اخره. ده المحور الثاني. المحور الثالث، دي رسالة بقى لكل المانحين الشرقيين، كل المانحين الشرقيين بالدرجة الاولى. اول حاجة، عدم انفاق المال على ما هو تقليدي خير اغاثي من المشاريع اللحظية قصيرة الامد. اول توجيه واول رسالة. نمرة اتنين، اعادة صياغة فهم المانح. احنا عايزين نفهم المانح،
لمفهوم بناء الأنسجة المجتمعية والوحدة الوطنية، وهي أهم من السلة الغذائية. نمرة 3، التصدي لسياسات الفوضويات الخلاقة بسياسات بناء الأنسجة المجتمعية، لا بنساء بناء بسياسة تماسكيات مجتمعية بناء. يبقى التصدي لسياسات الفوضى الخلاقة أو الفوضى الخلاقة بسياسة تماسكيات مجتمعية بناء، يعني إذا كان هناك من يريد أن يحدث فوضى خلاقة فنحن علينا أن نضع سياسة للتماسكات المجتمعية البناء. نمرة 4، عدم التسرع. عدم التسرع في الإنفاق والتسارع من أجل الكسب الإعلامي. ده لكل المانحين الشرقيين التقليديين. نمرة 5، عدم التحيز لفصيل دون آخر، لأن لبنان فيها فصائل كثيرة نعرفها ولا نعرفها. نمرة 6، عدم تحويل الأزمات والكوارث إلى نوادر وقصص نتندر بها في مجالسنا، لأنها أحلام وآمال لمستقبل هذه الشعوب. نمرة 7، التعامل مع الأزمات الإنسانية بروح خلاقة تحافظ على كرامة المواطن، تحافظ على كرامة المواطن، تحافظ على كرامة المواطن. نمرة 8، الإيمان بأن المال مال الفقير وليس مال المانح. المال اللي في إيدك ده أيها المانح ليس مالك على الإطلاق، ولكنه مال الفقير اللبناني الذي شرد أثر هذا الانفجار، فلا تتعامل معه على أنه مالك، لا تتعاملين مع هذا المال على أنه مالك. خلاص نخش بقى في المقدمة. الشريحة التانية يا علي، العالم كله بيواجه 3 جوائح: جائحة الديمقراطية اللي أصبحت مسيسة وأصبحت زي الملوخية بالتقلية في بعض الأماكن، وجائحة اقتصادية أصبحت أيضا مؤطرة مسيسة بملوخية وتقلية وأرانب مشوية، وجائحة الكورونا اللي هي بنتكلم عنها اللي بتضرب العالم بقالها أكتر من سنة. يبقى احنا في جائحة الديمقراطية وجائحة الجائحة الاقتصادية دي ضربة في بطون وأكباد المجتمعات منذ سنوات. الجائحة الاقتصادية بتتحكم فيها الشركات عبارة القارات والمؤسسات الاقتصادية التي تتحكم في حكومتها ثم تتحكم في مقدرات الشعوب الفقيرة. أما الجائحة الديمقراطية فكلما أردنا أن نثبت حكومة ديكتاتورية غاشمة أفرضنا لها المجال، فمش هتعامل مع هذه الاشياء. اما جائحه كورونا فكلنا عارفينها، ده الجوائح اللي بتصيب العالم الان. بعد كده علي، لذلك العالم اسس مؤسسات كثيره، انا حاسس انها البعض وليس الكل، البعض وليس الكل. من اهم المؤسسات دي بعد الحرب العالميه الثانيه اسسنا اللي هو الامم المتحده، ثم اسسنا اللي هو الاتحاد الاوروبي، ومن منظمات الأمم المتحدة اللي هو برنامج الغذاء العالمي اللي هو المفروض يدعو اللاجئين، مؤسسة المرأة إلى آخره إلى آخره إلى آخره، مؤسسات كثيرة جدا جدا جدا. ها، لكن فيها مؤسسة مهمة جدا بالنسبة للجوائح دي كلها، هي منظمة الصحة العالمية، لابد أن نستمع إليها. دي نمرة 1. نمرة 2، العالم أيضا اتفق على أن يؤسس محكمة العدل الدولية لتحاكم مجرم الحروب، تحاكم مجرم الحروب كما نظرنا إليها في محاكمة مجرم الحروب في البوسنة. نمرة 3، مؤسسة الشفافية العالمية. يعني إيه شفافية عالمية اللي هي Transparency International؟ هذه مؤسسة بتضع كل الحكومات الحاكمة لكل الشعوب ولكل الأوطان في معيار بناء على مدى مصداقية شفافيتها. فقد أكون أنا منتمي لدولة حكومتها شفافيتها نمرة 1 أحسن دولة في العالم، أو نمرة 150 أسوأ دولة في العالم، دي مؤسسة الشفافية العالمية. نمرة 4، مؤسسة محاربة الاحتيال، النصابين بقى والسرقين والمحتلين إلى آخره، في ليها مؤسسات وليها شركات بتعملها الحكومات لكي تحارب مثل هذه الجوائح. نمرة 5، الانتربول هو البوليس الدولي اللي هو بيستطيع أن يقبض على المجرمين التي دولهم قدمت فيهم طلبات وقضايا، رفع عليهم قضايا الى اخره. فدي بعض المؤسسات اللي اسستها الدول والعالم كله عشان تواجه جوائح مجتمعيه متعدده. اللي بعد كده يا علي، اما عن لبنان ف
ففيها 3 جوائح كما هم في العالم كله، اللي هي جائحة الديمقراطية والاقتصادية والكورونا، ثم بالتالي أضيفت إلى الجائحة الرابعة اللي هي جائحة انفجار مرفأ لبنان. إحنا طبعا في هذه النقطة نقدم التعازي لإخواننا في الشعب اللبناني من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه، رحمة الله على من مات واستشهد، فهم شهداء بإذن الله سبحانه وتعالى، واللهم اشفي من جرح وكسرت عظامه في هذه، واللهم ارفع البلاء عن من شرد من هؤلاء الناس. يعني اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الجائحه دي نتخلص من اثرها. يبقى لبنان بتواجه كما يواجه العالم 3 جوائح بالاضافه الى جائحه انفجار مرفأ بيروت. اللي بعد كده يا علي. علي لبنان زي ما انا قلت كيف انا خطوات التعامل مع ايوه يعني الثروات دي قبلها. طيب لبنان زي ما انا قلت دولة غنية، اوعى حد يقول لكم انكم انتوا فقراء، اللي بيقول لكم انتوا فقراء ده لا يؤمن بالله، يعني ايمانه ضعيف او ايمانها ضعيف جدا 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 جدا. نرجع بس لايه الثروات في لبنان، زي ما انا قلت في المقدمة ان كل قطعة ارض في منطقة بجغرافية معينة يعلم الله في مكنون علمه انه سيعيش فوق هذه القطعة ها مئات او او مئات الملايين او عشرات الملايين، ووضع تحت اقدام المواطنين داخل الارض مقدرات تكفي هؤلاء الناس بعد 1000 او 2000 سنة. فلبنان دولة غنية. اللي بعد كده يا علي ثروات، بص الثروات الطبيعية في لبنان اللي هي قبل كده، ايوه في السياحة في لبنان من اهم الدول في المنطقة، حتى بيروت كانت تسمى في واحنا صغيرين عروس الشرق الاوسط، وكنا احنا في تنافس ما بين المصريين واللبنانيين، اسكندرية العروس ولا لبنان العروس، وكان طبعا السبق كان في الغالب للبنان، ولكن يعني الان او الى بيروت. فالسياحة في لبنان، في سياحة واحنا عارفين جدا داخل ما يجي من السياحة، سواء كان سياح عرب او سياح شرقيين او غربيين الى اخره، السياحة الطبيعية وسياحة المغامرات، في طبيعة فريدة، في سواحل موجودة، في مناطق جبلية مغطاة بالثلوج، في قمم جبلية واعرة، في غابات الأرز الى اخره، كل هذه الاشياء في منطقة الوطن العربي او الخليجي او الشرق الاوسط غريبة عن باقي البلدان التي لا تتمتع بمثل هذه الأشياء. لما اتنين في السياحة الثقافية، لأن لبنان غنية بالثقافة المتعددة، التعددات الثقافية، التعددات العرقية، التعددات التاريخية، ففيها قلاع وفيها نقوش وفيها فسيفياء وفيها معابد كثيرة، وعدت على لبنان قبل أن تسمى لبنان حضارات وحضارات وحضارات. نمرة 3 الساحل اللبناني نفسه اللي بيساوي 188 كيلو متر على البحر الابيض المتوسط، لذلك هم كانوا بيقولوا على ايه؟ ان بيروت او لبنان عروس الشرق الاوسط او عروس البحر الابيض المتوسط. السياحه اللي بعد كده ده بالنسبه للسياحه في لبنان. من الثروات الطبيعيه في لبنان الزراعه. طبعا هي ليست دوله زراعيه كبيره كدول اخرى، لكن فيها رجع الشريحه اللي قبل كده يا لا اللي قبل كده. الزراعة بتزرع في بعض اللي هو التفاح والخوخ والبرتقال والحمضيات والزيتون. أما من أهم الثروات اللبنانية في الكفاءات البشرية، ما تجعلناش نزايد على قدرة وقيمة وقامة أبناء لبنان في العلم والمعرفة والقدرة. احنا طبعا بنقول ان سكان لبنان حاليا 6 مليون و850 الف نسمة حسب احصائيات 2018، لكن كفاءات عندهم كثيرة كثيرة كثيرة. فنقول للشباب المتحمسين الذين يأتون المساعدة، اعلموا ان المواطن اللبناني العامل في المجتمع المدني المعامل المؤسسات الخيرية قدرته او قدرتها امثلكم او اكثر منكم بكثير. نمرة 3 في الثروات الطبيعية أيضا في لبنان الجاليات اللبنانية المهاجرة من نهاية القرن 19. لبنان ما لا يقل عن 12 مليون لبناني متجنس بجنسيات أخرى في أمريكا اللاتينية، في أوروبا،
في أمريكا الشمالية، في شرق أفريقيا، في غرب أفريقيا، وحتى في دول الشرق الأوسط والدول الآسيوية الأخرى ونيوزيلندا وأستراليا. دول بيمثلوا قوة هائلة، قوة اقتصادية وقوة فكرية وقوة ثقافية وقوة مجتمعية هائلة للبنان، حتى إن بعض هذه الدول في أمريكا اللاتينية كان رئيسها من أبناء هذه الجاليات، زي الأرجنتين وزي الإكوادور زي ما إحنا نعرف. اللي بعد كده يا علي، من الثروات الطبيعية أيضا في لبنان الثروات الباطنية اللي هي مصادر المياه والبترول والغاز اللي موجودين دلوقتي في لبنان، واكتشفوهم أيضا كما قلت من قبل، إن لا يترك الله سبحانه وتعالى أي بقعة على الأرض إلا وقدر لمن سوف يعيشون عليها على ظهرها، فبعد 1000 أو 2000 سنة ما يكفيها لكي تحيا هذه الشعوب على ظهرها. نمرة 5، المحميات الطبيعية اللي موجودة في لبنان، ودي منتشرة في لبنان سواء كان في الشمال أو في الجنوب. كل هذه بتقول لنا إن لبنان دولة مش فقيرة، خلاص؟ دولة مش فقيرة. بعد كده يا علي، كيف نتعامل مع الجائحة؟ أنا سميتها جائحة لأنها لا تختلف تماما عن الأزمات الاقتصادية الطاحنة أو الديمقراطيات اللي بتلاعب بها الدول العظمى ويمرجحونا ويرجحونا فيها، أو اللي هو كورونا اللي بنتكلم عنها. كيف نتعامل مع هذه الجائحة؟ أول حاجة تحديد آثار الدمار وحاجات المجتمع. محدش كده يروح بالهبولي يعمل مشروع وهو نايم، يصحى يقول أنا عملت مشروع، أنا حلمت كذا. لا، لابد نعمل اللي هو تحديد الحاجيات وبناءها ان نعمل خريطه طريق. دي نمره 1. نمره 2، وضع خريطه عمل للتعامل مع هذه الاثار مرحليا. يعني انا شفت عندي مشكله، عندي شجر المشاكل، ابص احط لكل مشكله حل من الحلول على مدى قصير المدى او متوسط المدى او طويل المدى. نمره 3، ان نعمل لجنه اغاثيه عليا على مستوى الوطن تتكون من مؤسسات دولة، خاصة لبنان دلوقتي يعني الحكومة استقالت، فما فيش حكومة في لبنان حاليا، لكن في مؤسسات دولة، مؤسسات دولة فيها موظفين وفيها خبراء وفيها معلومات وفيها إحصائيات وفيها إمكانيات كتيرة جدا. يبقى نعمل لجنة إغاثية العليا دي اللي بيشترك فيها مؤسسات دولة، مؤسسات المجتمع المدني، وأنا أركز بخمسين خط أحمر وخط أسود وخط أي خط على مؤسسات المجتمع المدني، زائد مؤسسات القطاع الخاص. ممكن نضيف ليها بعض المؤسسات الأمنية أو بعض المؤسسات الاستخباراتية اللي بتحمي تبع الجيش اللي بتحمي الحدود الشرقية أو الشمالية أو الجنوبية. نمرة 4، لابد من وضع خريطة عمل لإعادة الإعمار. إعمار إيه؟ اللي هو مرفأ البيروت، مؤسسات المراكز، بيوت المواطنين، المحلات التجارية، البنى التحتية والمرافق. كل هذه الأشياء لابد نعمل لها خريطة للبناء ثم خريطة للتكلفة. نمرة 5، لابد من زيادة قدرة العمل في مرفأ طرابلس ومرفأ صيدا، وكذلك زيادة قدرة استيعاب مطار بيروت الدولي، لأن أصبح دلوقتي مرفأ بيروت اللي هو كان أغلب الأشياء سواء تجارية أو إغاثية أو إغاثية تأتي منه لا يصلح للعمل فيه، فلابد أن نستثمر وعلى عجالة في يعني بزيادة قدرات المرفأ في طرابلس وصيدا ومطار بيروت الدولي. الشريحة اللي بعد كده يا علي، نمرة 6، ايه بقى فلسفة الفترة دي كلها اللي احنا بنتكلم عنها؟ رجع صحيح يا علي اللي قبل كده، احنا بنتكلم خطوات التعامل، لابد يكون لها فلسفة. ايه فلسفة؟ عدي الشريحة اللي بعدها يا علي، لابد ان يكون هناك، دي الفلسفة بقى، الفلسفة اوعوا تعملوا شيء من غير ما تحطوا له فلسفة عمل. شايفيني انا ببرر ازاي وحاطط صباعي ازاي؟ حذاري ان نفعل شيء دون ان تكون له فلسفه للعمل، وهي التكامل والتآزر في الادوار اللي بتكون بيها كل من، كلنا متكاملين وكلنا متآزين، كل من ايه؟ مؤسسات الدوله اتكلمت عنها، مؤسسات القطاع الخاص، مؤسسات المجتمع المدني المحلي، حتى المؤسسات الدوليه الانسانيه ممكن ان ندخلها معانا، زائد المؤسسات المانحه والمؤسسات الاميه. يعني لابد هنا نتحدى ان نتكلم عن ايه؟ عن رجع الشريحه يا علي. نتكلم عن فلسفه هذه المرحله اللي هو التآزر والتكامل بين مؤسسات الدوله، القطاع الخاص، المجتمع المدني المحليه، المؤسسات الدوليه الانسانيه، والمؤسسات المانحه والمؤسسات الاميه.
الشريحة اللي بعدها يا علي. لكن في تحديات، ما فيش عمل بدون تحديات أبدا أبدا أبدا. ما هي هذه التحديات؟ ما هي التحديات يا علي؟ أول تحديات نتكلم عنها، وده يعني إحنا قعدنا نتكلم في هذا الموضوع منذ سنوات وسنوات وسنوات وسنوات، ولا حياة لمن تنادي، ولا حياة لمن تنادي، ولا حياة لمن تنادي، اللي هو إيه؟ إن هو النظام البنكي وصعوبة تحويل الأموال إلى لبنان. النظام البنكي وصعوبة تحويل الأموال إلى لبنان. النظام البنكي وصعوبة تحويل الأموال. ده شيء حتى دلوقتي، إن في بعض البنوك، مصنفة إنها ما تستقبلش أموال من بعض الدوائر الدولية الكبرى. شايفين قد إيه صعوبة تحويل الأموال؟ نمرة اتنين، عدم وجود نظام الحوالة. نظام الحوالة دي اللي أنت بتعطي الفلوس بتاعتك في مكان ما، فبينتقل لك بطريقة رسمية للدولة. ده مش موجود في لبنان، وإن كان موجود أيضا في بعض الدول الأخرى زي الصومال وغيرها. صعوبة التعامل مع الشركات العابرة للقارات لا تستطيع أن تأتينا بالمواد الغذائية والإغاثية للبنان، خاصة اللي هو صعوبة وجود مرفأ يستقبل مثل هذه المواد الإغاثية والإغذائية. نمرة ثلاثة، سلبيات. أنا هقولها سلبيات وبقولها ومش هتنازل عنها في كل مكان في كل زمان، خاصة إذا كان هذا المكان في المنطقة العربية أو في دولة فيها صراعات مسلحة أو غير مسلحة، أو دولة مسلمة غالبيتها مسلمة، اللي هو سياسة الحرب على الإرهاب، وتصنيف البنوك لتصنيف البنوك والمؤسسات داخل هذه الدولة، سواء كان في اليمن، سواء كان في سوريا، سواء كان في الصومال، سواء كان في لبنان ودول أخرى، سواء كان في السودان حتى إلى آخره، سواء كان في ليبيا إلى آخره إلى آخره إلى آخره. يعني سياسة الحرب على الإرهاب دي سياسة قاتلة لأي عمل، سواء كان عمل تجاري، عمل اقتصادي، عمل اجتماعي، عمل خيري، عمل إنساني، كل هذه الأعمال. التحدي الرابع يا شباب هو وجود قرابة 2 مليون لاجئ سوري وفلسطيني على الأرض اللبنانية. وده أنا لا أقدح في اللاجئين السوريين أو اللاجئين الفلسطينيين، لكنني أقول إن هذا عبء آخر على الدولة وعلى الوطن وعلى مؤسسات الدولة والمؤسسات الحكومة وعلى مؤسسات المجتمع المدني. فلا بد أن نحول هذا التحدي اللي هو وجود ال 2 مليون، قرابة 2 مليون لاجئ سوري ولبناني وفلسطيني، إلى opportunity اللي هي فرص، لأن فيهم كفاءات بشرية بسم الله ما شاء الله. نمرة خمسة، الأزمة الاقتصادية اللي في لبنان احنا اتكلمنا عنها قبل كده، وازدياد معدل البطالة دي كذلك تحدي آخر. نمرة ستة، اللي هو الموانئ. يعني احنا قلنا إن ميناء بيروت أو اللي هو مرفأ بيروت دمر، أصبح خارج عن العمل. أما بناء طرابلس، ميناء طرابلس وميناء صيدا، فغير ليس لهم القدرة على استيعاب حتى استيراد المواد الغذائية التي كانت تعتمد عليها لبنان في الماضي. ده نمرة ستة. اللي بعد كده يا علي، هنا بقى هنسأل نفسنا سؤالين مهمين جدا جدا جدا. ايه هما السؤالين دول؟ أول سؤال بنتكلم فيه بنقول في ايه؟ دلوقتي احنا قلنا ايه؟ قلنا إن المينا اتضربت، المرفأ بتاع بيروت اتضرب، قلنا إن المرفأ بتاع طرابلس والمرفأ بتاع صيدا صغيرين جدا جدا. طيب قلنا ايه تاني؟ قلنا في صعوبة للحدود البرية، لأن من الشمال والشرق في سوريا، ومن الجنوب في دولة إسرائيل، ومن الصعوبة دخول مثل هذه المواد من الشمال والشرق أو من الجنوب. يبقى احنا أصبح مفيش قدامنا خالص أبدا أبدا، حتى من الشرق المرفأ بتاع بيروت ضرب. يعني إمكانية مرفأ طرابلس ومرفأ صيدا ضعيفة جدا، فكيف هندخل المواد الغذائية والمواد الإغاثية لبيروت أو للبنان عامة؟ مش بس بيروت، هيكون قدامنا الجو اللي هيكون التكلفة بتاعته عالية جدا جدا جدا، أضعاف مضاعفة لما يحدث الآن، لما يكلفنا، كان يكلفنا فيما مضى. في سؤال تاني برضك عايزين نسأله لكم يا شباب، اللي هو إيه؟ هل سيواجه لبنان مشاكل في الشتاء لعدم وجود مرافق؟ بمعنى إيه؟ بمعنى كان 80 ل 90% من المواد الغذائية وغيرها بتدخل عن طريق المرفأ في بيروت. مرفأ بيروت واقف دلوقتي متعطل.
كيف ستدخل مثل هذه المواد الغذائية والتي تحتاجها المجتمع بعد هذه الجائحة، بعد حدوث هذه الجائحة؟ هل سيؤثر هذا على الاحتياط الاستراتيجي للغذاء والمواد الطبية المتواجدة في لبنان أم لا؟ هل ستواجه لبنان مشكلة حادة في الأساسيات العيش حينما ينتهي الاحتياط الاستراتيجي للمواد الغذائية اللي موجودة عندها ولا لا؟ الحاجات دي لابد احنا نحطها. احنا مش هنشتغل في جائحة مرفأ لبنان بالعاطفة ونطلع ناخد لنا صورتين ثلاثة ونرجع، لا، ده في تحديات كبيرة جدا جدا جدا. هنعمل فيها ايه؟ ده السؤالين دول مهمين جدا، عشان كل مؤسسة وكل مانح يعرف ان العملية مش صورة، مش لقطة، مش فسحة، مش حدوتة بنقولها للناس كلها. الشريحة اللي بعد كده يا علي، ايه الحلول المقترحة؟ طبعا لو احنا قلنا تحديات وقلنا كذا وكذا يبقى لازم نضع ايه؟ حلول مقترحة. اتفضل. أول حاجة، ما هو دور مؤسسات الدولة؟ دور مؤسسات الدولة لأنها فيها كيانات وفيها معلومات وفيها إحصائيات وفيها خبرات جيدة جدا 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 جدا، نستطيع من خلالها إننا من خلالها نحدد المشاكل اللي حدثت عقب هذا الانفجار، ومن تالي نحدد وبالتالي نحدد خريطة الطريق اللي هي لحلول هذه المشاكل. مع كل مشكلة نضع لها حل. فلا بد أن نتعاون مع مؤسسات الدولة الراسخة لكي نضع خريطة للمشاكل وخريطة للحلول، ويتم هذا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية لو إن أمكن إدراج المؤسسات الدولية معها. لكن الأصل مؤسسات الدولة يكون عندها كل هذه المعلومات، ونتآزر معها كمؤسسات مجتمع مدني محلية ومؤسسات رجال قطاع أعمال المحلية. بعد كده يا علي، المؤسسات المحلية ليها دور كبير جدا 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 جدا، لأن أنا أؤمن بيها إيمان راسخ. أول حاجة، تكون فلسفة سياسة عمل هذه المؤسسات المحلية التواصل والتعاون وبناء الشراكات، وعدم اتباع سياسة السبق، أنا الأول، أنا الأحسن، أنا الكبير، أنا كل ده لا يساوي شيء، لأن أنت لا تساوي شيء بدون وجود اللي هو الفقير الذي يعزك برضاه عنك او برضاه عنك. تكون فلسفه المؤسسات المحليه التعاون والتواصل وبناء الشراكات، وعدم اتباع سياسه السبق بل اتباع سياسه التنازل عن جزء كبير من شخصيه هذه المؤسسات الاعتباريه. من اجل ايه؟ من اجل الوطن، من اجل الوطن، من اجل الوطن. نمره 2، عدم التركيز من هذه المؤسسات على الخلافات الطائفيه، بل التركيز على بناء الوحدة الوطنية. لذلك أنا قلت في الأول في المقدمة، إن كان هناك من يخططون لفوضويات خلاقة، فنحن نخطط ونؤسس لسياسة تماسكيات مجتمعية بناءة. يبقى بناء الوحدة الوطنية. نمرة 3، إيجاد بدائل للإيواء، وليكن إيواء مقطع. إحنا يمكن من المرحلة دي ما نستطيعش أن نبني كل شيء، لكن على العموم قد نستطيع أن نجد أماكن للإيواء المؤقت إلى أن ننتقل لمرحلة الإيواء الدائم. نمرة 4، عدم الاعتماد فقط على سياسة إطفاء الحرائق. أنا قلت هنا يكون جزء 30 ل 40% من ميزانية إطفاء الحرائق عمل سنة. لا، أنا رجعت نفسي فيه مرة ثانية. رجعت نفسي فيه مرة تانية، أنا عايز يكون من 10 ل 20% فقط لإطفاء الحرائق، و80 ل 90% اللي هو دعم بناء الأسرة المجتمعية والمشاريع التأهيلية والإيواء المؤقت. بالتالي أرجع أنا في نقطة أنا قلتها في المقدمة، هي إيه؟ هي إعادة صياغة فهم المانح لمفهوم بناء الأنسجة المجتمعية والوحدة الوطنية، وهي أهم من الحقيبة الغذائية أو الإيه اللي إحنا بنقول عليها اللي هي الملوخية بالتقلية والأرانب المشوية. لا، إحنا مش هنعمل وجبة. لا، إحنا هنقول إن إحنا هنقول 10 ل 20% للإغاثة، لأن الناس عايزة حل ليها، وهنبص للباقي اللي هو 80 ل 90%
او ممكن يصل ل 70 ل 60 70% لدعم بناء الانسجه المجتمعيه والمشاريع التاهيليه والايواء، لان احنا عايزين نخرج من هذه الجائحه، جائحه المرفأ، بوحده وطنيه. بوحده وطنيه مش بشرذمات وانقسامات وتشتيت مجتمعات اللي بينبني بعد كده عليها اللي هو الفساد اللي احنا ايه كل المجتمعات بتعاني منه. اخر نقطه اللي هي توطين المساعدات الانسانيه، يعني معناها ايه؟ يعني معناها نقوي النسيج المجتمعي المحلي من خلال تقويه مؤسسات المجتمع المدني المحليه في لبنان. وده كان احد مخرجات مؤتمر القمه الانسانيه العالميه في اسطنبول في 2016. كلنا مضينا، انا كنت قاعد بشوف ايه ان بعض المؤسسات ده يعني وعدت ب 2 مليار مش عارف ريال ولا درهم او حاجه زي كده، وكله كان متسابق. طب فين ال 2 مليار؟ فين المليار؟ فين ال 3 مليار؟ كم نسبه هذه المليارديات في بناء المجتمعات؟ احنا مش هنزيد على بعض. وخلي بالكم احنا اتربينا في شوارع الاغاثه وحواري الاغاثه وبطون الاغاثه، فاللي يجي زايد ما يزيدش علينا، لان في ناس في العمل الانساني يؤطروا لعمل انساني دولي يستطيع ان يقود المنظومه الدوليه بسواعد عربيه وثقافه عربيه وثقافه وسواعد اسلاميه كذلك. فلذلك نقول ان تشارتر اوف تشينج اللي اتكلم عنه ده مقررات القمه هو لتمكين مؤسسات المجتمع المدني المحليه من العمل لكي تستغني عن المؤسسات الدولية المانحة، أو على الأقل تتعامل معها بندية. الشريحة اللي بعد كده يا علي. الدور الثالث اللي هو الإيه؟ القطاع الخاص. القطاع الخاص هنا مهم جدا. ما يفرضش شيء. هو يدعم ويساند مشاريع الدولة اللي بتضعها مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني. اسمعوا بقى الحتة دي، اسمعوا الحتة دي، اسمعوا الحتة دي، اسمعوا الحتة دي. دون وجود اي مردود استثماري عائد على هذه المؤسسات اللي هي القطاع الخاص. يعني انا مش هخش عشان اخد لي حته منها، لا، انا هخش عشان ابني مجتمع. ده اللي احنا بنسميه ايه؟ المسؤوليه المجتمعيه، اللي هي الكوربوريت سوشيال ريسبونسابيلتي، المسؤوليه المجتمعيه. فلذلك احنا بنقول مؤسسات اللي هي القطاع الخاص لابد ان تكون نزيهه في القيم وفي الأخلاقيات وفي الفعل وفي المردود للمجتمع وليس لأصحاب هذه الـ 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 الشركات إلى آخره. ليه؟ لأن احنا لا تبني ثروتك على أشلاء حياة الآخرين. نمرة 4، الجاليات اللبنانية المهاجرة. يبقى اتكلمنا دي نمرة 4. أنا زي ما قلت قبل كده في 12 مليون أو أكثر مهاجرين من اللبنانيين ومستوطنين في اماكن كتير جدا من العالم، من استراليا ونيوزيلندا واسيا وافريقيا واوروبا وامريكا اللاتينيه الى اخره الى اخره الى اخره، وعايشين. ها، ويكون دور هذه الجاليات هو ايه؟ هو الاستمرار ومسانده دور ابناء المهجر في الدور الوطني. يعني هي تنظر الى الدور الوطني المتفق عليه وفق خريطه الطريق التي وضعتها الدولة من خلال مؤسستها، واشتركت فيها مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وألا بالتغليظ يكون دورها مناطقي، فئوي، طائفي، حزبي، ديني، سياسي. مالكوش دعوة، انتوا مؤسسات الدولة اللي اشتركت مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص اتفقوا على خريطة طريق، خلاص؟ انتوا يا ابناء المهجر تدعموا هذه الخارطه لكي تجدوا حلول ويستقر بها الامن والسلم المجتمعي في لبنان. يعني هنذكر مثل جيد جدا دلوقتي حصل في الفتره الاسبوعين اللي ماضي، هو في مبادره اسمها امباكت ليبنان انيشيتيف، يعني مبادره تاثير امباكت ليبنان. كان هدفهم 5 مليون، اعتقد هم عدوا 6 مليون او 7 مليون، انا مش بس مش مش متابعها، بس ده شيء جيد جدا. بس انا انصح هؤلاء الناس، اعوذ بالله، مش يمكن نصيحه، انا احاول ان اكون يدا بيد مع هذه المبادره لامباكت ليبنان انيشيتيف، انهم ما يصرفوش اكثر من 20% على الاغاثه،
والباقي يصرف على البناء المجتمعي والوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي. لأن إحنا هناك من يريد أن يمزق لبنان، هناك من يريدون أن يقسموا لبنان، هناك من يريدون أن يفتتوا لبنان، ونحن نقول عمال العمل الإنساني لا، لابد أن نحافظ على الوحدة الوطنية للشعب اللبناني. نقول كلمة أخيرة في النقطة الرابعة الجايات، من سوف يبني لبنان؟ بعد الإعلام ما يمشي والزفة تمشي وكذا وكذا وياخدوا اللقطة ويمشي، سيبني لبنان أهل لبنان أينما كانوا حيثما كانوا. فلذلك أبنائنا وإخواننا من الجاليات المهاجرة أو اللبنانيين في الداخل لابد أن يتكاتفوا على بناء وحدة وطنية ونسيج مجتمعي قوي داخل لبنان. الشريحة اللي بعد كده، المؤسسات الدولية ليها دور أيضا، مش هنسيبها. وهنا في يعني إيه ستيتمنت، يعني معناها إيه؟ معناها إن لم يكن لهذه المؤسسات الدولية وجود قبل الجائحة المرفأ، فعليها أن تتعامل مع شركاء، سواء كانوا شركاء دوليين أو محليين معتبرين. أنت مش موجود، مش هتروح بقى تعمل لي زفة جديدة، تصرف فلوس وتعمل ياخد ميزانية كذا وتفتح مكتب، لا 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 لا، ابني شراكة في مؤسسات دولية موجودة هناك، سواء كان مؤسسات دولية لها طابع غربي أو طابع شرقي أو مؤسسات محلية معتبرة. وتركز هذه المؤسسات الدولية على إيه بقى؟ اسمعوني معاكم، خدوني معاكم في الحتة دي نمرة خمسة. أول حاجة لأنها عندها الخبرة وعندها القدرة وعندها المقدرة وعندها الفعالية وعندها الإمكانيات، بناء السلام والتماسك المجتمعي. أنا بتكلم في شيء جديد، كون بقى سلة غذاء وبنطلون وجزمة وشبشب بصباع وشبشب بصباع، ده كلام بقى إيه إحنا عملناه من 40 سنة تقريبا. خلاص بقى نعمل حاجة جديدة، بناء السلام والتماسك المجتمعي، دي نمرة واحد. بناء الشراكات مع المؤسسات المحلية، أوعى تنزل وأنت ما عندكش مكتب من عشان تاخد اللقطة وأنت مؤسسة دولية، ابني المجتمع المحلي بناء على تشارتر أوف تشين بتاع مؤتمر القمة الإنساني اللي حصل في اسطنبول في 2016. تقوية القطاع المدني الأهلي المحلي المحلي المحلي. نمرة أربعة، بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني والكوادر البشرية، لابد نبني قدراتها لأن هم الباقين، هم الباقون، هم الباقون، هم الباقون. نمرة خمسة تقريبا، عدم الانغماس كمؤسسات دولية في مشاريع الإعمار، المشاريع دي سيبوها للإيه؟ سيبوها للدول. إحنا نركز على بناء النسيج المجتمعي والوحدة الوطنية والأمن والسلام المجتمعيين. ده نركز عليهم، لأن أنا عايز لبنان تخرج من هذه الجائحة وهذه الكبوة كمجتمع أقوى مما كان من قبل. أقوى مما كان من قبل، أقوى مما كان من قبل. الشريحة اللي بعدها، نمرة ستة، من المؤسسات دول إيه؟ المؤسسات الدينية. كتير المؤسسات الدينية في لبنان، سواء كانت مذهبية أو طائفية أو إلى آخره، أو دين إلى آخره يعني. مش أحيانا يكون لها دور محوري، هي دائما 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 لها دور محوري. ليه؟ لأن الجماهير تلتف حولها بالآلاف وبالملايين. ولكن لابد أن يكون رسالة، ويكون لهذه الرسالة وظيفة. الرسالة مش بق نطلع نقول في التلفزيون ولا على التواصل الاجتماعي، لا مش بق، رسالة تؤدي وظيفة، وظيفة تبع الرسالة. أي الرسالة والوظيفة دي؟ أول حاجة هذه المؤسسات الدينية لابد أن تكون رسالتها وظيفة رسالة الحفاظ على تماسك النسيج المجتمعي. هم أقدر بإيصال هذا الـ 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 هذه الرسالة أو هذه للناس كلها. اتنين، الحفاظ على تماسك الوحدة الوطنية، وطنية اللي فيها أحمر وأبيض وأصفر وأخضر وأزرق وبني إلى آخره. تالت حاجة، تشجيع مرتادي هذه المؤسسات الدينية على بذل الوقت والجهد والمال والتطوع من أجل إنقاذ الوطن والدولة. لازم تشجعهم، روحوا بلدكم هتضيع إلى آخره. نمرة أربعة، تركيز رسالة الخدمة المجتمعية على منظومة التطوع من خلال الحفاظ على كرامة الوطن والدولة.
نمرة خمسة اللي هو محاربة المغالاة، التطرف والإرهاب والانعزالية والمذهبية العرقية إلى آخره. لابد إننا إيه، هي تحارب الحاجات دي كلها. نمرة ستة اللي هي نشر رسالة الشراكة، فالكل شركاء في بناء الوطن. والكلمة اللي أنا بقولها هنا، كلنا شركاء في إنقاذ وإعادة بناء وطننا اللبناني. واضح يا شباب؟ نروح للي بعدها. ما هي خريطة الطريق التي يمكن أن تتبعها الجماهير؟ ننزل على مستوى الجماهير، احنا دخلنا على المؤسسات، ست مؤسسات وطنية، مؤسسات دولة، مؤسسات دينية، مؤسسات دولية، مؤسسات مجتمع مدني، ومؤسسات اللي هي قطاع رجال الأعمال. ده بنتكلم بقى على إيه؟ الجماهير، جميع الأفراد اللي زيي وزيكم، ها؟ في الأزمة دي كلها. اللي بعده، تكوين مجموعات إنسانية. يعني إيه مجموعات إنسانية؟ هي مجموعات تتكون من مواطنين من كل شارع وحي ومدينة وقرية، يعني الناس اللي في كل حارة، كل شارع وفي كل حي، يقعدوا مع بعض ويحاولوا يعملوا المجموعة الإنسانية دي عشان تشوف حاجيات الحي، حاجيات الشارع، حاجيات الحارة، حاجيات القرية، حاجيات المدينة إلى آخره. وظيفتها إيه؟ شوفوا بقى الوظائف. تنسيق الجهود الإغاثية ووضع آلية تنسيق توزيع المعونات الإغاثية بين المواطنين. اتنين، بث روح الطمأنينة بين المواطنين. ثلاثة، الحفاظ على تماسك الأنسجة المجتمعية بين المواطنين. أربعة، رفع شعار الوحدة الوطنية، وحدة المجتمعات والأقليات. ده جزء من وظيفتها. اللي بعد كده، ضمان استمرارية الخدمات الاجتماعية للمؤسسات الحكومية المحافظة على المشاريع. يعني تكون هم المجموعة دي اللي موجودة في كل حي والحارة، بيضمنوا مع مؤسسات الدولة ومع مؤسسات المجتمع المدني إن هم إيه؟ تقديم الخدمات الاجتماعية اللي في مناطقهم. نمرة ستة، التنسيق مع مثيلاتها من جهات أخرى سواء كانت محلية أيضا على مستوى الأحياء والقرى والمدن والمحافظات ثم الوطن. نمرة سبعة، الاتفاق على معايير عامة لتقديم هذه الخدمات إلى كافة المواطنين. نمرة ثمانية، التنسيق مع المؤسسات الدولية الإنسانية المانحة والسفارات لإيجاد كيفية لتوزيع المواد الإغاثية العينية. نمرة تسعة، الحفاظ على سلامة تسيير أمور المواصلات على مستوى الأحياء اللي هم بيعيشوا فيها. ده بالنسبة لدور هذه المؤسسات. كيف مما تتكون هذه اللجان الإنسانية؟ طبعا المجموعات دي بتتكون في الأحياء على مستوى الحي، يعني مثلا في الروشة، في الضيعة، في الحمراء إلى آخره. بتتكون من 9 مجموعات، يعني ممثلين عن تجمعات شبابية ونسائية، ممثلين عن مؤسسات الدولة، ممثلين عن مؤسسات اقتصادية في هذه الأحياء، مؤسسين عن أفراد من المحليات والبلديات في هذه الأحياء، أفراد من منظمات المجتمع المدني في هذه الأحياء، أفراد من المؤسسات الدينية في هذه الأحياء، شخصيات هامة وعامة من وجهاء، متقاعدين من ذوي الخبرات، ورجال أعمال قاطنين في الأحياء. ممكن يكون أرضا في بعض رجال الأمن اللي في الأحياء دي، اللي هم منكم يقدم إيه؟ يقدموا استشارات لعمل مثل هذه الجمعيات، المجموعات الإنسانية. اللي بعدها، لو احنا بقى قلنا على الازمه دي واللي هي المجموعات الانسانيه دي اللي احنا بننزل، احنا دلوقتي كانك كده بتعمل زومينج ان من دوله لمؤسسات دوله لمؤسسات مجتمع مدني، قطاع خاص، مؤسسات مانحه الى اخره، الى الفرد نفسه اللبناني، الى الفرد اللبناني. فانا واحد بيسالني بيقول لي طب هنقعد نخلي المجموعات الانسانيه دي لمده قد ايه؟ انا اقول الى ان تنتهي الازمه. قد تكون في شهرين، 3 أشهر، 6 أشهر، سنة، ولا نوقفها. دي لأن دي بتحاول تظبط مسيرة المجتمع داخل الأحياء والقرى والنجوع والشوارع، فمش هنحدد لها مدة، تسمى مفتوحة إلى أن نتخلص بإذن الله سبحانه وتعالى من ما نسميه جائحة المرفأ اللبناني في بيروت. ولذلك بقى نعمل كونكلوجن او الرساله النهائيه بتاعتنا، اللي هو رسالتنا لينا كلنا، وخاصه للشباب، خاصه للشباب اللي انا بتكلم معاهم. اصبح لزاما على الجميع ارساء هذه المبادئ اللي هتكلم عنها للعمل على انقاذ لبنان واخراجه من الجراح التي تواجهه. من الاربع جوائح، اربع جوائح، وتكون هذه المبادئ قائمه على ايه بقى؟ قائمه على ايه؟ الشفافيه، التعاون، التكامل، بناء الشراكات، عدم تسييس العمل الإنساني والعمل الاجتماعي،
بناء التكتلات الوطنية القادرة على ردم الفجوات أو رجم الفجوات المجتمعية، اتباع مبدأ عدم الانحياز والحيادية المجتمعية، تعظيم مبدأ الوحدة الوطنية وتقوية بناء أواصر الأنسجة المجتمعية، تعظيم مبدأ بناء الأمن والسلم المجتمعيين، وضع خطط طويلة المدى ومتوسطة المدى لبناء الاقتصاد اللبناني ومحاربة الفساد المجتمعي. أنا كده أكون وصلت لنهاية الكلام بتاعي، وأشكركم جميعا وأشكر الشباب معايا اللي هو فاطمة حرسي وعمر جمال المادة العلمية وأحمد حازم وعلي الشوى للإخراج الفني، وكذلك أهنئكم جميعا بعيد الهجرة أو رأس السنة الهجرية إن شاء الله، اللي هي هتحل علينا بعد 2 أو 3 أيام، ومبارك عليكم رأس السنة الهجرية الكريمة، اللهم اجعلها خير ويمن وبركة وسلام علينا كلنا. وفي نفس الوقت بقدم، ما زلت بقدم التعازي للشعب اللبناني وللدولة اللبنانية والوطن اللبناني وللفرد اللبناني على ما حدث هناك. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.